السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. مرحبا بكم في قناه سميره حديد طول الطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم من ضمن شهيوات رمضان، دونك غنقدم لكم هذا العصير اللي تيجي هائل بزاف عاد، اللي بالمانغ والفخاز والحبق. نتمنى انه يعجبكم. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله غندير واحد العصير. هذا العصير اللي منعش وتيجي لذيذ بزاف وزوين بزاف وراقي. الوغ عندنا فيه، ما غنطولش عليكم، عندنا 200 غرام ديال الفخاز، عندنا مونغا منقيه وهذا سميتو اللب ديالها، وعندنا اترو تاع الليمون، وعندنا واحد الكميه ديال الحبق ديال البازيليك، الحبق اولا الريحان كيف تيقولوا له الاخوان، هذا سميتو. دونك عندي جوج معالق ديال السكر سنيدة، وعندي شويه تاع الحبق يابس، غندير الحبق طري والحبق يابس. غادي نطحن هذا الشيء مزيان، غادي نطحنو وغنقدموه، وهذا سميتو مع دي غلاسون بالصحه والراحه. دونك انا غنطحن دابا، غنميكسي هذا الشيء هذا، ونتلاقاو ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله من بعد. العصير ديالنا هو هذا، ها هو زوقته بوريقه ديال الحبق. اللي بغات تحط فوقه الفخاز تحط، اللي بغات تحط فوقه دي مورسو ديال المونغ تحطهم، وبالصحه والراحه.